أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. يقول: سمعت بعض الناس يقولون إذا حلق الشعر الشخص شعر رأسه فعليه أن يقسمه على الناس، فهل هذا صحيح؟ هذا باطل، ليس بصحيح، وإنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، منها أنه يتبرك بشعره صلى الله عليه وسلم ومن فصل من جسده الشريف، وأما غيره فلا يتبرك به، لأن الصحابة لم يتبركوا بأفضل الأمة بعد نبيها، وهو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولا بغيرهم من بقية العشرة، ولا بغيرهم من الصحابة من أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان أو المهاجرين أو الأنصار، ما كانوا يفعلون هذا مع صالحيهم وعلمائهم، ولا يتبركون بهم لا أحياء ولا أمواتا، لأن هذا من وسائل الشرك. نعم.